ومساكم الله بالخير يا الربع. مساء الخير. هلو. شوف اول شيء قبل ما اقول وين رايحين. هذه حق التصوير. هذا حق التصوير، ما شاء الله ممتاز. احنا جماعه بعد. وانت؟ انا ممتاز وجيد جدا. ممتاز وجيد جدا. امسك. وين رايحين اليوم؟ التحفيظ. يما التحفيظ. امس اول يوم واليوم ثاني يوم. يلا. ها؟ انا جبت اربع نجمات. أربع نجمات ما شاء الله، عقبال خمس نجمات. يلا مشيت. بسم الله. طبعا التحفيظ بجامع عندنا قدام البيت، يعني بيننا وبينه بيته، أنا بوديهم وهم يجون على رجلينهم. لكن كل عصر بعد صلاة العصر تبدأ الحلقات. حر حر؟ الحين أشغل لك مكيف يا حيفك. ها كذا كويس؟ مشينا؟ مشينا. يلا بسم الله. أنتوا إذا خلصتوا مالك تعالوا وانت بالشارع. ها بسم الله. طبعا هذا المسجد هنا على طول. بسم الله. مسجد العيد. مسجد العيد اللي يصلي به صلاة العيد. يا سلام عليك. والجمعة والكبرين كلهم. هذا هو المسجد. يلا نزلنا. تكرم معانا يعني. ايه ابي اشوف. يشوف. ابي اشوف. بسم الله. بسم الله. يلا اسمع. ايه. ان شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. هلا بمطلق، شلونك؟ مساك طيب. ما شاء الله ما شاء الله. انت وين وين تحفظت؟ روح. مساكم الله بالخير يا ربع. ايش عطوكم؟ الله اعطاني حفظ. ارفع صوتك ترى ما اسمعك. الله اعطاني حفظ حفظ. وش الصورة؟ أنا عندي الكوثر. وأنت؟ أنا الكافيرو كوثر. وأنت؟ كافيرو. الكافيرون. وأنتم؟ ميش. حفظتوا ولا الحين تراجعون؟ توكم. الله يوفقكم إن شاء الله. ما جاكم للحين؟ إي والله صح، هناك في مجموعة عندنا مدرس، ومجموعة هناك عندنا مدرس. من مدرسكم؟ مدرسنا جودة. يجيكم الحين. الله يوفقكم. مساكم الله بالخير. يعطيك العافيه استاذ. الله يعافيك. يعطيكم العافيه. ما شاء الله ما شاء الله. شو اسمك؟ عبد الرحمن محمد سرحان. ونعم ونعم يا عابد. حفظت؟ وش اعطاك الصوره؟ الفاتحه. الفاتحه والفلك. ما شاء الله ما شاء الله. تابعنا وين انت؟ باليوتيوب. باليوتيوب. وراح تشوف نفسك كل يوم المغرب باليوتيوب. زين تحفظ ان شاء الله. لما جيتني خذ لي نص حين وراك لما تجيني. قلت سنه كامله. يلا تعال. شو حصل؟ سين؟ دورتك؟ لا هذه حقة مالك صح؟ عكسها. عكستها صح؟ يلا ما عليك. عطني سورة الفاتحة اليوم صح؟ اللي قريتها امس. يلا على الوضوء. ارفع صوتك. يلا ارفع صوتك بقول لك حالك. كيف؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. ها الحمد لله. أر أر ها الرحمن الرحمن الرحيم. ها مالك مالك يوم الدين. إياك إياك نعبد وإياك نستعين. ثالث ها دينا دينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
بطل. ما شاء الله ما شاء الله. يلا سورة سورة الناس حفظها. قل أعوذ برب الناس. تقرأ ورايا. يلا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ. قل أعوذ برب الناس. قل برب الناس. ملك الناس. ملك الناس. إله الناس. إله الناس. من شر. من شر. الوسواس الخناس. الوسواس الخناس. يلا بعد الدفن. بعد بدل. طيب السرعة. يلا عدوا معنا عدنا طلع عدوا بالخلق أو شيء عودنا مش طارجين عودوا بالله أكبر من راشي. بسم الله الرحمن الرحيم. الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها السماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها اجلس 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 عاد بنخليها مع الحين. عسى الله يوفقها وينساهم بالخير القائمين على هالحلقات هذه كلهم بدون ذكر اسماء عموما بدون تخصيص. الله يوفقهم وينساهم بالخير جميع الاساتذه والمشرفين والاداره. الله يوفقهم ان شاء الله. يلا مع السلامه. مساك الله بالخير. شلونك؟ مساك طيب. الاخ منيف جهاد الشمري مشرف مجمع حلقات اسامه بن زيد. اول شيء الله يعطيكم العافيه. الله يعافيك. بجلس هنا قريب من عندك. يعطيكم العافيه. الله يشرف مقدارك. اول شيء جهودك ملحوظه. وله اول سنه ولا ثاني سنه ولا ثالث سنه؟ ممكن انت تعطينا متى بديته؟ هو مجمع انشئ عام 1431. ايه والحلقات؟ الحلقات بلغ عدد الطلاب الآن قصدك؟ إيه؟ الطلاب الآن 100 105 يعني تفاوتون بعد عدد الحلقات موجودة بالمجمع 5 حلقات وحنا بصدد إن شاء الله فتح حلقة جديدة حلقة سادسة بالمجمع بهذا الجامع جامع الشيخ عبد العزيز بن باز. ما شاء الله. أي نعم. طبعا سنوية. نعم سنوية عام 1337 حصلنا على بيرقة تميز على مستوى السكان. ما شاء الله. نعم هذا بيرق التميز حصلنا عليه ما شاء الله تبارك الله. المجمع المبارك وشاركنا في عدد من المسابقات داخل المنطقة وخارج المنطقة. مسابقة الملك سلمان على تحفيظ القرآن 2 من طلابنا. مراكز المراكز ما حصل على مراكز متقدمة. واحد منها حصل المركز الخامس. ما شاء الله. نعم ما شاء الله. على مستوى المملكة؟ على مستوى المنطقة نفسها تهيئ طلاب. حلو. اي نعم. هو شارك راح للرياض بس حصل المركز الخامس بالفرع اللي هو بشارع. ما شاء الله. نعم. ما شاء الله. الله يعطيكم الف الف عافيه. الله يعافيك. الله يجزاك العام بصدر. الماضي بعد ما زودك المقطع ختم عندنا طارق. ما شاء الله. ختم القران كاملا واليوم لله الحمد هو معلم باحد المجمعات بسكان. ما شاء الله. اي نعم. ما شاء الله. الله يعطيكم الف العافيه. والله يجزاكم بالخير. واشوف حتى الطلاب متحمسين. انا من يوم اذن العصر اصير مالك ودنا قلت خلنا نصلي نروح. قالوا نصلي هناك. احنا عندنا كل اسبوع تكريم. احنا غدا باذن الله وندعوك وندعو من يشاهدك غدا زيارتنا للمجمع. عندنا تكريم اسبوعي نكرم فرسان الحلقات. كل حلقه نكرم فيها فارس.
كوبونات مقدمة من أحد المطاعم أو من أحد الكافيهات. ما شاء الله. غدا بإذن الله سوف نكرم الطعام. لا إن شاء الله إن الله أحيانا نكون من الحاضرين إن شاء الله. الله يا حبيبي الحافية. الله يتشرف. شكرا شكرا. بسم الله. عاد يكملون مع مدرسينهم وبكرة في تكريم إن شاء الله راح نحضر ونصور. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله. عاد بكرة في بنفس الحلقة في تكريم للقراء فراح نحضر إن شاء الله ونصور الحلقة التصوير موجز ومختصر والشباب اللي يقرون وهذا يحفز ويشجع الطلاب حتى اللي يتابعون انهم يلتحقون بالحلقات القرآنية ويحفظون لهم ولدنياهم. عسى الله يوفقنا وياكم ان شاء الله ويجزى الجمعية بالخير قائمة على هالحلقات حتى يعطونهم كوبونات شرائية ويسوون لهم تحفيز. عسى الله يوفقهم إن شاء الله. في أمان الله وعدنا بكرة إن شاء الله بالمجمع.